إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما؟ سيخبرك المطر أين زرعتها. لذا ارزل الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي شخص، فأنت لا تعلم أين تجده ومتى تجده، فما أجمل العطاء. فقد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخرا في الآخرة. لا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد، أعمارنا قصيرة، فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.